يحثوا أزواجهم أن يعبروا عن ما بداخلهم، لأن كل واحد يحب زوجته أكيد، لأن لو ما يحبها ما كان استمر معها. لكن موضوع التعبير هو يكون متبادل، يعني هي تعبر له عن حبها فهو بدوره يعبر لها عن الحب. والكلام المعبر كتير والمليء بالحب خلى دموع أصالة تنزل. هاي أول مرة هاي أول مرة بشوفه عم يحكي هيك، ما بيحب يحكي لأنه على ال... ممكن تحلي عنا بقى يا غليصة تطلع فشفية يا عم. لا أنا ردت أنتصر لها لأنه قالوا لها أنك تحكي كثير والله يساعد فاير بصراحة أحلى حكي هو حكي أصالة.